أصبحت الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في معظم المدن للمطالبة بالإصلاحات الشاملة نقطة تحول في المشهد السياسي بعد أقل من عام على اندلاعها، والتي نجحت في دفع الحكومة السابقة إلى الاستقالة، الأمر الذي حفز شبابها على قبول تحدي الأحزاب ومحاولة رسم مسار الانتقال السياسي من خلال دخول الاستحقاق النيابي في الاقتراع المقبل. وإن قر القانون الانتخابي، لأن في ظل وجود السلاح المنفلت والأجنحة العسكرية للأحزاب المتواجدة والمتنفذة في الدولة العراقية، الحقيقة ما زلنا على مطالبنا، والمطلب الأول هو محاسبة قتلة المتظاهرين، وفي حالة لم يتم محاسبة القتلة فإن العملية السياسية لا تعني لنا شيئا. يقول المتظاهرون إن الانتخابات التي يريدونها لتشبه تلك التي تسعى إليها الأحزاب، وإن الدخول في السباق الانتخابي مرهون بمحاسبة القتلة ونزع السلاح من الجهات الخارجية على القانون. المطالب اللي طلعنا عليها ومستمرين وباقين على هاي المطالب، لا احنا داعين للتصعيد ولا شيء، احنا احياء ذكرى السنوية للانتفاضة يوم 1/10 لا أكثر ولا أقل، وأي خطوة حقيقية حتكون على يوم 25/10. وتخطط تنسيقيات تشرين إلى ترتيب الأجواء الشعبية من أجل الدعوة إلى تجديد النزول إلى الشوارع بأعداد أكبر من السابق وبتنظيم أعلى، مع تصحيح الأخطاء السابقة ومنع راكبي الأمواج والمتسلقين كما يقولون، رغم أن كورونا لا يزال يمثل هاجساً خطراً يقف ضد تطلعات الناشطين الراغبين في إزاحة الأحزاب التي تحكم البلاد.